محمود ابو الذهب نجم الاهلي السابق. ازيك يا ابو الكباتن؟ الله يخليك لحضرتك وتحياتي ليك ولسادة المشاهدين، وطبعا تحياتي للكابتن مصطفى عاشور. حبيبي يا كابتن محمود، سعيد اللي انا بسمع صوت حضرتك. انا بقى ليا مستقبل كتير وانت لعيب كويس، بس ما خدتش حقك بامانه، وانت لعيب كويس وربنا يكرمك في حياتك حبيبي. حبيبي يا كابتن محمود، دي شهاده اعتز بيها ومبسوط اللي انا سمعت صوتك يا كابتن. الناس اللي ما كانتش تمشي من النادي الاهلي عفروتو. ربنا يخليك يا كابتن. حبيبي يا كابتن. حبيبي يعني عفروتو كان لعيب كويس هجوما ودفاعا وهداف ورجله قويه على الجول، كان كفايه انه كان بيتحرك صح. حبيبي يا كابتن. حبيبي النادي الاهلي طبعا يعني. حبيبي يا حبيبي يا كابتن. طب وعايزين نعرف رايك يا ابو الكباتن في مباراه المنتخب الاولمبي امبارح ضد جنوب افريقيا. يعني خليني اقول لك في البدايه، يمكن انا مش متبشر خير في المنتخب الاولمبي صراحه، لان ما فيش انسجام وما فيش يعني ما تحس ان اللعيبه بعيده عن بعض، وممكن ده يكون بقالهم فتره ما اتجمعوش مع بعض او ما بيلعبوش مع بعض، فبالتالي انت هتلاعب فرق كام قويه يعني زي استراليا، وده منتخب قوي طبعا، فلازم يكون في انسجام الفتره اللي جايه، وفي ماتشات يقدر يعملها الكابتن شوقي غريب، واتمنى ان يكون ما فيش مجاملات في الثلاثه اللي هيختاروا، ما اختار احمد عجازي او اختار طبعا محمد صلاح لا خلاف عليه طبعا. تمام. لا طبعا معلش خلاف محمد الشناوي، بس انت النهارده النادي الاهلي لو وصل نهائي افريقيا مش هيبقى موجود معاك الشناوي. صح. ايوه مظبوط. طب وفي رايك يا ابو الكباتن مين الثلاثه اللي تختارهم يا كابتن لو مكان كابتن شوقي غريب، الثلاثه اللي فوق السن؟ لا هو ما فيش خلاف على صلاح طبعا ومحمد ياسين، محمد احمد حجازي سوريا. تمام. لكن انا كنت اتمنى واحد زي بعيد عن الكوره، بعيد عن احنا بنتكلم ككوره ما بنتكلمش مجامله، لا الونش عامل شغل كويس جدا وسيرد باك كويس في الفتره اللي فاتت. تمام مظبوط. ولا كان عامل شغل كويس، يمكن من اللعيبه الرجاله بصرف النظر بيلعب في الزمالك ولا في الاهلي ولا في اي حته، لكن انت بتتكلم في منتخب مصر اكيد صلاح هيدي دفعه قويه للعيبه في بطوله كبيره زي ديت، فصلاح يمكن من اللعيبه الثلاث احسن ثلاث لعيبه في العالم بيتعدوا على الصوابع، يعني النهارده لما بتقول ميسي ورونالدو بتقول معاهم صلاح. كسب النهارده يا كابتن باستفتاء الجماهير افضل لاعب في الدوري الانجليزي موسم 2021 باراء الجماهير. لا محمد صلاح تاخد يعني ما يعني ربنا يكرمه تخطى كل الطموحات، فانا بتمنى له ان انا كشخصيا كمحمود ابو الذهب، يمكن صلاح بيفرجنا على جميع الدوريات، لو راح ايطاليا احنا معاه. ايوه مظبوطه. احنا معاه، ولو راح اخر الدنيا احنا معاه، فبالتالي محمد صلاح لازم يكون عنده طموح الفتره الجايه، يتمنى ان هو يمضي في حته ثانيه غير او يجدد عقده في حته ثانيه غير ليفربول. يعني ده في اخبار يا كابتن ان هو بنسبه كبيره جدا في الموسم الجاي في باريس سان جيرمان. لا يعني اكيد باريس سان جيرمان فرقه قويه وفرقه كويسه جدا، معاه نيمار ومعاه مبابي ومعاه لعيبه صلاح اكيد. تخيل يا كابتن باريس سان جيرمان بيتفاوض بيخلص في المفاوضات في المراحل الاخيره مع صلاح ومع كريستيانو رونالدو. يا حبيبي ده عاوز نجيب بيجيب نجوم العالم كلها، واكيد هتجذب المشاهدين للدوري الفرنسي. ايوه طبعا. الدوري الفرنسي مش معروف او مش قلت معروف يعني ما حدش بيتفرج عليه كتير، يعني يا اما نتفرج على اسباني عشان ريال مدريد وبرشلونه، يا اما نتفرج على الانجليزي. فبالتالي هو لما يروح صلاح وميسي ممكن يكون موجود كمان يعني. ايوه يا كابتن، هو ميسي جدد موسمين في برشلونه، بس المفاوضات في المراحل الاخيره مع محمد صلاح وكريستيانو، وطبعا هيبقى جنبيهم مبابيه وتحتيهم نيمار بقى يدلعهم بقى سروهات و مفيش مدافعين، مش هيلعبوا مدافعين، هيلعبوا كلهم مهاجمين. ايوه مظبوط يا كابتن. يعني ربنا يكرمهم طبعا، يعني صلاح من اللعيبه كويسه جدا ويستاهل، واتمنى ليه التوفيق طبعا ان شاء الله. طب وشايف حظوظ النادي الاهلي في افريقيا ايه يا كابتن؟ لا ميزه يمكن مصطفى عفروتو يقول لك، يمكن النادي الاهلي بيعرف يتعامل مع الماتشات ديت وعنده خبرات وبيعرف وعايز يرمي المباراه، اكيد الترجي فرقه كبيره، لكن النادي الاهلي برضو من الفرق، دايما انا بقول النادي الاهلي ما بيخشش اي بطوله عشان يشرفنا او يبقى شرفي، لا النادي الاهلي بيخش بطوله على اساس يكسبها، فبالتالي النهارده المباراه تبقى قويه، لكن انا المباراه تتنهي من رابس يعني، فان شاء الله الاهلي يكون حظوظه كبيره ويقدر يكسب الفتره الجايه، خصوصا ان انت عندك موسيماني التوقف ده كان في صالحه، عوده المصابين، عوده اللعيبه اللي هي تقدر يقف على التشكيل الانسب للمباراه ان شاء الله يعني. ان شاء الله يا كابتن، وبنشكرك ابو كباتن على مداخلتك معانا.